السلام عليكم الاخوان، راه صيفطات لي لوكاليزاسيون دابا عاد دابا عاد صيفطاتها ليا، قالت لي هي راه صيفطاتها لي في التليفون باش انا كنصور الاخوان. دابا غادي نمشي لعندها، راني عرفت فين كاينه، في الطريق ديال بن سودة الاخوان، الطريق ديال فاس، الطريق اللي كتدير بن سودة. صيفطاتها ليا تما كاينه، وانا خصني ضروري ندير الاحتياط ديالي الاخوان لان ما عرفت الصراحه شكون غادي تكون جايبه ليا. انتو تقدر تكون جايبه ليا شي وحدين يكريسيوني ولا شي حاجه. المهم انا ندير الاحتياط ديالي، نديرو الاحتياط ديالنا ونتوكلوا على الله. انا كنستعد باش حتى لا كانت شي حاجه الاخوان ندافع على راسي بعدا. فهمتي الدفاع عن النفس، لان ما عرفتش الاخوان شنو قد تكون موجوده ليا تما كاينه. قد تكون جايبه ليا شي عصابه ولا شي حاجه. قد تكون جايبه ليا شي عصابه ولا شي حاجه. المهم حنا نديرو الاحتياط ديالنا، ندافعو على راسنا. المهم غادي نمشي عندها، عطاتني لوكالزاسيو ديال البلاصه باش غادي نمشي لعندها باش تعطيني الامانه اللي قلت ليها، تعطيني الحوايج ديال لاني وتعطيني هذاك الشيء اللي دارت لاني، هذاك السحور اللي دارت لاني. دابا الاخوان راه عيطات ليا دابا تقريبا بواحد 7 دقائق ولا ما شنو. المهم انا وجدت راسي حتى انا. المهم انا وجدت راسي على قبال الا كانت غادي تاديني ولا شي حاجه، انا ما عارف شنو غيكون شنو غادي تاديني. صافي شي اللي كان الاخوان، حنا غادي نمشيو لعندها. صيفطات لي لوكاليزاسيون باش نمشي لعندها، ناخذ الحوايج ديال لاني وناخذ هذاك الثقاف اللي دارت لاني، من بعد انا نعطيها رزقها. الفلوس ديالها هي نعطيها 1500 درهم. مهم بالنسبه للناس اللي قالوا لي يا محمد سير ديكلاري بها، الاخوان المخزن ما غاديش يحيد لي السحور. المخزن خصك تعطيه لادريسه، المخزن خصك تعطيه السميه والكنيه، فهمتوا؟ انا ما عارفش لادريسه فين ساكنه، ما عارف لا كنيتها، السميه مشكوك فيها، ما نعرفوش تكون هي هذيك ولا ما تكونش هي هذيك. داكشي علاش المخزن ما غاديش يحيد لك السحور ولا شي حاجه، يقدر الا تعرفات ولا عطيتهم لادريسه يقبطوها يعتقلوها. بالنسبه باش يحيدوا لك هذا الشيء هذا ما يقدروش يحيدوه، فهمتوا؟ المهم انا غادي ناخذ ان شاء الله حقي بيدي، هذا الشيء اللي كنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يعاونني. لوكاليزاسيون اللي صيفطتها لي راه في التليفون، دابا غادي نطفي التليفون الاخوان باش نتبع لوكاليزاسيون. خليكم معنا. بسم الله. صافي الاخوان راني شاد الطريق دابا لعندها، نقرب النقطه الاخوان اللي حقاش ما عارف الصراحه تقدر تكون جايبه ليا شي حد، تقدر تكون جايبه ليا شي حد ديكريسيني شي واحد الله اعلم. انا نديرو الاحتياط ديالنا بعدا، غادي نطاكيو بها ونضربو، الا شفنا راسنا غادي نتضربو الله نضربو. صافي هادشي اللي كان الاخوان، حنا نمشيو نحيدو هاد العشب هذا والكاميرا الله، نتمنى الله سبحانه وتعالى انه يقدرنا. لقيتها حاطه ليا انا هادشي غير احتياط، لقيتها حاطه ليا حيت انا متفق انا وياها غادي تحط ليا الامانه، غادي نجي نهزها تحط ليا الحوايج اللي عطيناها غنجي نديهم. صافي هادشي اللي كنعرف انايا، شفت القضية هادي ولا هادي ولا خرجوا ليا شي وحدين في الطريق ولا تعرضوا ليا شي وحدين غادي ندافع على راسي. وقالت ليا ما تجيب معاك حتى شي واحد، هادي دخلت ليا الشك منين قالت ليا على انك ما تجيب معاك حتى شي حد، تما دخل ليا الشك. قلت لها واخا ما غنجيب حتى شي واحد، حتى غنجي عندك برجليا انايا.
اخوان راني قربت لعين المكان، قربت للبلاصه، وتفكرت واحد الحاجه، الوراق ديال الطوموبيل ما خاصنيش نديهم معايا، يعني غادي نشوف شي بلاصه نخبع فيها الوراق ديال الطوموبيل هنايا، باش الا وقعت شي حاجه وحيدوا لي الطوموبيل ولا شي حاجه يبقاو بعدا الوراق هنايا، يبقاو الوراق بعدا مخبعهم عندي. المهم هانتوما الاخوان غادي نمشي نخبعهم وانا معاكم. نخبع الورق ديال الطوموبيل الاخوان وغادي نكمل الطريق ديالي. المهم راه قريب، تقريبا مازال ليا شي ما عرف شي 10 دقائق نوصل واقيلا. نخبعهم في هذه الشوكه هذه غادي نرجع لكم. هكا باش مبقاوش باينين. بسم الله صافي، راني حطيت الوراق تما، بصح بغي ما يقبضوني شي جوندار، ما عندي لا وراق لا والو. انا بغيت نحيد البالة، بغيت نحيد البالة الله عني. بغيت نحيد البالة، بغيت نحيد هذا المرض هذا. لوكاليزاسيون كاينه هنايا في هاد البلاصه، هادي في هاد البلاصه بالضبط، في هاد البلاصه اللي كتشوفوا هنايا. غادي نوقف الاخوان هنا، غنوقف هنايا وغادي نقلب. كاينه لوكاليزاسيون غير هنايا، غير هنايا في هاد البلاصه هادي، في هاد البلاصه هادي غتكون حاطه ليا الحوايج هنايا. في هاد البلاصة الاخوان قضية كاينة. المهم بحال والو يقدر يكون مخبع ليا في شي قنت ولا ما نعرف، يخرجوا ليا. توكل على الله. لوكاليزاسيون عطاتها لي هنايا، شوفو واش كاين هنايا في هاد الخشخيش هنا. اخوان قلبت ليها هاتي مزيان، قلبت ليها هذيك البلاصه، داك البلاصه اللي فيها بحال شي فوسي. نشوفوا هنايا الاخوان، حتى اعطيني لوكاليزاسيون غير عندك تكون كتكذب عليا، ما تكونش حطاها من الجهه من اللي هي. هنايا
هي الاخوان وقيلا هي هادي وقيلا هي هادي صافي هي هادي كاينه فيها شي ميكال داخل قالت راه غتلقى كرطونه صافي نسيت حقا نسيت نسيت حقا الفلوس ها هو الفلوس ديالك رزقك صافي ها هي ها هي في هاد البلاصة رزقك الاخوان حطت ليها الفلوس حطت لها الفلوس وما عرفتش المهم الحوايج هنا الحوايج هنايا كاينه شي ميكال داخل وقال تما في تما في كاين شي حاجه المهم نبعدهم هاد البلاصه هادي نبعدهم هاد البلاصه هادي نبعدهم هاد البلاصه نفتحوها اخوان بان لي واحد البلان غادي نوقف هنايا وغادي نشوف وغادي نزومي بالتليفون عين عين الاخوان طاحت لي واحد الفكره في الراس بغيت غير نعرف واش بنت واش وين بغيت غير نعرف عارف يا خيتي هذه لا تبان لي مزيان عين الاخوه عين الاخوه انتم بداك البلاصه نطلع من هنايا باش تبان لي وغنظم في داك البلاصه فين هزيت الكرطونه فين هزيت فين هزيت الكرطونه وغادي نشوف واش غادي تبان هذيك خيتي واش مخبعه في شي قانت ولا شي حاجه داك البلاكه راه هي اللي كتبان لكم منعرج على اليسر راه غير تما هزيت الكرطونه شتو غير من تما هزيت الكرطونه غير من تما في انت شو شويه على الطوموبيل انت في كاين الطوموبيل شي شويه تما فين هزيت الكرطونه تما من هزيت الكرطون انا بغيت غير نشوف واش غادي تبان ولا ما غاديش تبان ولا لا اخوان التليفون كيصوني تليفوني كيصوني قالت لي حيد من تما كاينه مالك وقفتي يلا كمل على طريقك راه كتشوفني الله يهنيك 1500 درهم خليتها لك تما البارح قالوا لي الناس علاش عطيها الفلوس الاخوان الا ما عطيتهاش الفلوس ما غاديش يعطيني هذا الشيء هذا فهمتي ما غاديش يعطيني هذا العجب اللي دارت غادي نضيع اكثر منها دابا الا ما درتش انا هذه الحيله راه غنضيع اكثر منها اكثر منها غنضيعها في الطبيب وفي الدوايات
وفي الرواقيات وفي سميتها. انا نمشي شي بلاصه غادي نشوف داك الشيء معاكم عندك الساعه خصنا نحرقوه. نشوف شي بلاصه خاويه الاخوان نوقف فيها باش نحرقوا هذا الشيء هذا ونشوفوه. وصلوا شي بلاصه خاويه نشوفوا هذا الشيء هذا باش نحرقوها الاخوان. انا الاخوان رجعت للوراق ديالي خديتهم الحمد لله لقيتهم مازالين كاينين. نشوفوا شنو كاين هنا شوفوا داك الشيء واش هو هذا. كاين هاد الميكا هادي كاين هادي كاين هادي دخل دخل تما شوف عبايا كنصور بيد وشاد التليفون بيد. المهم ها عبايا ها عبايا ها صفيطمة شوف شنو كاين هنا. أعوذ بالله من كلمات الله التامة من شر ما خلق ولا يفلح الساحر من حيث أتى. شفت هادي ديالها هادي اللي مقطعة شي مقطعة من هنا من جهة الباط جيت الباط مقطعة جيت البيطة. شوف شنو كاين هنا بلا من الشط بلا من الخبث الخبائث بلا من الشط الرجيم بلا من الشط الرجيم بلا من الشيطان الرجيم ولا يفلح الساحر من حيث أتى. هذا وقع لي حجاب هذا شال اخوان هاد التقطيعه ديال الباط هي هادي الشيء اللي كيبان لي واقيلا. دبلا مشطرش باش نحرق هاد الزبل هذا كامل كاع. شوف النساء شوف هاد القوم هادو شوف هاد القوم مع من عايشين شوف هاد القوم مع من عايشين. شوفوا على عجب شوفوا على عجب شوفوا مع من حنا عايشين شوفوا مع من حنا عايشين. غنشوف شي دروكري هنا نخدم عنده شي دوليو ولا شي ليسانس باش نحرق هذا الشيء هذا. انا جبت الاخوان لانكول وجبت بريكا شريتها من عند واحد الدروكري غندير نحرقو هاد الشي هذا.
حيد عليا. شنو دايرين هنا شا؟ الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق. اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر. ولا يفلح الساحر من حيث اتى. الله ياخذ الحق، الله يبعد علينا الاذى، الله يبعد علينا كل ما يحب يؤذينا. كاع اللي كيبغي الخو المسلم الاذيه الله يؤذيه، الله يهدي ما خلق. الحمد لله الاخوان، حنا تمكنا على اننا ناخذ هذا الشيء هذا ونحرقوه. نتمنى ان شاء الله الشفاء الله لنا. هذا الشيء اللي كاين الله ياخذ الحق. قد قلت هنا تشدك تحرق كامل عاد ارتاحيت. يلا نعمل الوقت الاخوان. المهم الاخوان عييت، مشي بحالتي للدار، مشي نجلس شويه مع الدراري ومع الوليدات ونقول الله ني شنو كاين وشنو واقع. اخوان الله يهنيكم والسلام عليكم. ما بقاش الانسان يثق الاخوان، الثقه ما بقاتش، بقاش الثقه الاخوان، الانسان بقى يرد البال ديالو مره اخرى. يلا الاخوان السلام عليكم. الحمد لله والشكر لله على أننا قدرنا استطعنا أننا نبطلوا هذا الشيء هذا. يلا السلام عليكم وتحياتي.